أنا مجاهد في سبيل الله بإذن الله، زرار أحمد العليوي الملقب أبو تمام من مدينة اللطامي، مواليدي 1961. التحقت بالمظاهرات السلمية عندما قامت الثورة مباركة، وكان السلمي لفترة بما يقارب 6 شهور، وبعدها اضطررنا إلى حمل السلاح في وجه النظام المجرم. والتحقت أنا وشققت أولادي الاثنين تمام العليوي ومعاد العليوي، شققتهم من الجيش اثنين والتحقوا بالثورة. التحقنا بلواء شهداء اللطامنة لفترة، وانتقل من شهداء اللطامنة إلى تجمع العزي، وبعدها صار جيش العزي بقيادة الرائد جميل الصالح أبو محمد. وقمت أنا الحمد لله بشاركت بثلاث معارك في ريف حماة الشمالي، واحدة المعارك اصابت إصابة بالغة في رأسي، والحمد لله يعني ضليت فترة شهرين وتعافيت الحمد لله، وأنا مبسوط لأن هاي علامة موجودي إن شاء الله إلى قيام الساعة. وبعدها أولادي اثنين اتصوبوا بمعركة واحدة بريف حماة الشمالي طبعا بقذيفة الدبابة، تمام اتصوب بيده اليمنى ومبترت على الآخر يعني نص تقريبا، وأخوه الثاني مقداد كمان اتصوب بنفس القذيفة في يد اليسرى وراحت العضلة كاملة من إيده اليسرى يعني. والحمد لله يعني عانينا شوي بالمشافي، ولكن كانت الخدمة الحمد لله كويسة، والحمد لله هلا يعني مقداد عم بيقوم بواجب الرباط، ولكن تمام في له أماكن محدودة شؤون فنية يعني إدارية، والحمد لله رحنا يعني موجودين في المعارك 4 بشكل دائم. في عندي شاب اسمه سعد كان رقم الرابع، استشهد الحمد لله في معركة فطاب مع لواء إيمان أحرار الشام في عام 8/9/2014. والحمد لله أنا إلي الفخر أنه أنا وعائلتي كاملة التحقنا بهالثورة الكريمة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يكلل بالنصر وبالفرج على الأمة، لأن فعلا الأمة وقعت بضيق ووقعت بيأس بسبب تأخر يعني 5 سنوات 6 سنوات، والناس عم تتأمل من الله سبحانه وتعالى الله يفرج علينا وينصرنا على الظلام. وكنت أنا وأولادي الخمسة نلتحق في كل معركة موجودة، استشهد عندي سعد الله يتقبلك يا ابني يا رب، دخيلك تقبل لي يا شهيد يا رب، دخيلك تقبل لي يا شهيد. آمين ضليت انا اولادي الاربعه في الثوره في كل المعركه نحن موجودين ان شاء الله، وفي نقاط الرباط نتمنى يعني اوقات تكون قاعد انا اولادي الاربعه على غداء او على عشاء بشكل دائم، موجودين 2 في الرباط أو 3 في الرباط يعني صدفي نجتمع العائله كامله على وجبه اكل او كذا هيك، ولكن الحمد لله يعني انا مبسوط ومرتاح جدا يعني لهالعمل، وما زلنا الحمد لله مرابطين على جبهات القتال بشكل دائم حتى نضل واقفين شوكي بوجه الاعداء ونحافظ على تراب ارضنا اللي فديناها بالدم دم الشهداء، ونضل يعني تعرضنا اوقات في فصل الشتاء لبرد قارس والحمد لله كنا مرابطين، ونتعرض حاليا لموجات حر قويه كمان مرابطين، باذن الله كله في سبيل الله في سبيل الله، وحتى نحافظ على ارضنا وندافع عن ديننا وعن عرضنا وعن ارضنا باذن الله. وان شاء الله النصر قادم لا محال، النصر قادم لا محال باذن الله. صار عمري 55 سنه والحمد لله عندي عزيمة الشباب مثل أولادي، من واقف من رابط وكذا وكل عزيمة قوية، وبإذن الله ما نظل مرابطين حتى تحقيق النصر بإذن الله.